بالأمس كان هناك مباراة في كرة القدم في بطولة العربية، وكان المباراة بين الفيصلي الأردني وبين الترجي التونسي، وطبعا كلكم تابعتوا وكلكم شفتوا المهزلة التي أعقبت المباراة، ومحاولة الاعتداء على الحكم، ومحاولة تحطيم المقاعد في المدرجات، وما تبع ذلك من القبض على مجموعة من المتفرجين أو المشجعين، ثم تدخل السلطات. يعني ده لقطات من الاعتداء والفوضى العارمة بهذا الشكل، في نوع من الحماسة الزائدة التي تحولت إلى يعني خروج على الأخلاقيات الرياضية، وده للأسف يعني مظهر موجود في ملاعبنا العربية وبيتزايد خلال المرحلة الحالية، ربما حالة من حالات الاحتقان المجتمعي، ربما حالة من حالات التنفيس، حالة من حالات غياب الأخلاق. في كل الأحوال يعني ما أريد أن أضيفه على هذا الموضوع أو في إطار هذا الموضوع، إنه لا يجب أبدا أن تكون الرياضة اللي هي وسيلة ترابط وارتباط بين الشعوب واسمها البطولة العربية. عايزين نقرب الناس من بعض. السياسة فرقت الناس. هل الرياضة يمكن أن تكون جسر لتجميع الناس؟ ده كان الأمل. هل الرياضة بهذا الشكل ممكن أن تفرق ناس؟ يقول لك ده المشجع الأردني. يا سيدي والله ما أردني، الفيصلي الأردني. هل الأردن هي الفيصلي؟ وهل النادي الفيصلي هو الأردن؟ هل نادي الزمالك هو مصر؟ ولا الأهلي هو مصر؟ في كل الأحوال هناك قانون وهناك إجراءات متبعة في مثل هذا الأمر. أنا كل طلب أو كل ندائي أو كل رجائي للجميع في وسائل التواصل الاجتماعي أن نتوقف قليلا، أن نتريث قليلا، ولا نبدأ في الهجوم، لأنه أنت بتهاجم نفسك. يعني وكأن المباراة بين الأهلي والزمالك وحصل خناقة، ما حصلت كتير في مصر، وجماهير بتضرب بعض وألتراس بيضربوا بعض وبيبلعوا. ده أنت في ماتش في مصر مات 70 واحد، استشهد 70 واحد ولا أكثر من 70. فالناس تهدى شوية، بس الناس تهدى شوية. الناس اللي ماسكين الموضوع وشغال عمال يشعلل على وسائل التواصل الاجتماعي والأردن، يا سيدي أنت في مصر فاكرين الكارثة الأزلية التي لا تنسى حتى الآن؟ تم قتل وذبح كام شاب مشجع. فيعني بالراحة، يعني عايزين نبقى هادين. حصل مشكلة وحد أخطأ، هيتحاسب. هيتحاسب في مصر، هيتحاسب في الأردن، لكن لا نريد ولا يجب على الإطلاق إن احنا نكبر المسألة ونعطيها أكبر من حجمها، لأنه ده مباراة كرة قدم، في شغب موجود في كل دول العالم مش عايزينه يؤثر، وأنا ظني أنه لن يؤثر على العلاقة الأخوية الحقيقية بين الشعبين المصري والأردني.